إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان. دائما ما زلنا لازلنا في المنطقة ديال المولعقوب، في الحامة ديال المولعقوب. قلت لكم قبل قليل من خلال البث المباشر، حنا جينا هنا نصوروا موضوع أكيد كنا غنصوروا واحد الموضوع ديال المواهب اللي كاينة في مولعقوب اللي إن شاء الله غادي نرجعوا لها إن شاء الله. وقوفا عند رغبة الساكنة صورنا الحامة ديال المولعقوب يعني الجديدة، دخلنا صورناها وصورنا على برا، فجعلنا هذا المواطن مغربي اكيد مواطن من حقه له انه يهضر في اطار الفصل 25 من الدستور المغربي، حريه التعبير راه مكفوله للجميع بطبيعه الحال، من اجل التصوير في هذه الحمامات هذه القديمه، المسابح التقليديه يعني القديمه اللي كانت قديمه. فقال لي الاشكال اللي كاين هو ان هذه المسابح حنا كتجار هنايا وكمواطنين فكيخدموا من 10 ل 6 ياك اخويا حسين، ياك حسين من 10 الصباح ل 6 من 10 الصباح ل 6 العشيه، فمني كيسدوا مع الساد العشيه كتولي الحركيه هنا ضعيفه، يعني هاد المحلات هادو ما كيستافدوا والو. فهو قال انا كنطالب كمواطن باش لان هاد الحمامات هذه التقليديه تبقى تحل بحالها بحال توقيت ديال الحمامات الحمل الجديده اللي تحلات. قلت له بصريح العباره باش النقاش اللي كان بيني وبينه في الكواليس نقلوا لكم، قلت له زعما من الاحسن لانه يكونوا هاد التجار باغيين يهضروا. قال لي انا من حقي كمواطن هضر. قلت له انا معاك. قال لي واش ما قدرتيش تصور؟ قلت له يا حسين واش ما قدرتيش تصور؟ واش خفتي ما قدرتيش تصور؟ قلت له هذا العبد الضعيف ما كيخافش، ما كنعرفش الحدود وما كنخافش، كنقولها للمغاربه امام الجميع، لا اخاف ولا اهاب، كنقوم بالعمل ديالي كصحفي مهني وما عنديش يعني الامور القانونيه راه حنا كنقولوها. هادشي اللي كان اخي حسين، كان نقاش انا وياه، قلت له الله يحسن تطلق معاك اللايف ولا ما بغيتيش تطلق معايا اللايف. قلت له انا منصف انا تنعتذر قدام الناس اللي كيشوفوا. مرحبا خويا حسين، من حقك لانك توصل الصوت ديالك. فحسين شنو وقع اخويا هنا بالضبط؟ قربنا من الصوت ديالك. خويا انا ولد مولاي يعقوب وداد المنطقه، كبرت وترعرعت في هذه المنطقه هذه. نعم. وانا الغيره ديالي عندي على هذا مولاي يعقوب هو هذا الحمام هذا ديال التقليدي ديال 200 الثمن ديالو 260. نعم. اللي هو محبوب للجماهير وانا كنعتبر هذه معلمه تاريخيه ديال مولاي يعقوب، فما يمكنش ان معلمه تاريخيه تولي يعني يعني يتعاملوا معها بهذه الطريقه. انا كنطالب يعني اعلى سلطه في البلاد والناس اللي هما مسؤولين على هذا القطاع ديال الحامات العتيقه في مولاي يعقوب لا سي دي جي انهم يعني يفتحوا لنا تحقيق في هذه الحامه هذه، علاش تم الاغلاق ديالها بهذا يعني بهذه الطريقه هذه. نعم. كانت كتفتح 24 ساعه، كان واحد الرواج في مولاي يعقوب. نعم. كانت تبارك الله كان واحد الرواج، وكانت هذه البلاصه هذه ساحه المسابح ممكن اخويا الدور وتشوف. نعم. دور الكاميرا وشوف هذه البلاصه، دور هذه الكاميرا، هاد البلاصه هذه كانت كتكون عامره هذه. نعم. بالزوار وكاع الناس المرتفقين اللي كانوا كيجيو. نعم. لهاد الحامه هذه. نعم. غيعرفوا يعني. نعم. هادشي اللي كنت كنهضر عليه. نعم. هاد البلاصه هذه ازيد من 60 اسره اللي مضروره في هاد في هاد. نعم. في هاد. نعم. في هاد ساحه المسابح، وزيد على ذلك كاينين الكساله، كاينين تقريبا شي 80 بين الرجال والعيالات، يعني كاين واحد المشكل اللي هو كبير وعائق كبير. وانا دائما انا كمواطن وكغيور على هذه المنطقة هذه تنلح، ودائما كنرجعوا للخطابات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والله يجازيه بخير، انه دائما تيقول ما كايناش الازدواجية في المواطنة، اما ان تكون مواطن صالح او غير صالح. يعني دائما كيطالب من الناس اللي هم مسؤولين على القطاعات التنموية باش يسهروا على الرعاية على المواطنين انهم يكونوا يعيشوا عيش الكريم. حنا دابا ما بقيناش عايش الكريم في ساحة المسابح. تصور معايا يعني 60 أسرة و 80 أسرة اللي كسالة وهذاك الشيء، يعني كاين اللي كاري، كاين اللي مسكين ما كيلقاش حتى ما يدخل لولادو. نعم. كاين اللي غيقول، اسمح لي قطعتك، كاين اللي غيقول لاجل ربما مع 12 ومع الوحده ما غيلقاش هذه الحركيه اللي هي واقفه بحال دابا، كتكون شويه الرواج في الوقيته ديال العمل، يعني من 10 ل 6 واش لا لا كتكون ناقصة. شوف كتكون واحد شويه الحركيه. تصور معايا خويا منصف. نعم. دابا مثلا انت جيتي انت والوليدات ديالك. نعم. جيتي لهذا الحمام هذا اللي هو كيفتح من 6 الصباح من عفوا من 10 الصباح ل 6 ديال العشيه. نعم. دابا المشكل اللي كاين هنا راه غير حمام واحد اللي خدام. نعم. كيتناوبوا عليه 3 ايام نتاع الرجال و3 ايام ديال العيالات. الا جيتي انت والوليدات ديالك
راه ما يمكنلكش تخلي مثلا المراه ديالك هنا وتهبط انت للحمام الجديده تعوم، راه ضروري غتديها معاك. حتى الثمن، حتى واحد القضيه ديال الثمن، ديال ان الثمن هذا 260 ريال ماشي هي يعني 13 درهم ياك 13 درهم. كاين اللي ما غيقدرش على 25 درهم في الحمام الجديده غيخلص 25 درهم مثلا في ياك. فعلا اخويا دابا هذه القضيه ديال الثمن، الثمن كتشجع حتى الاسر والعائلات، كاين اللي كيجيو خمسه سته د العائلات راه من تيجيو تيتلقى 25 درهم راه واحد الثمن اللي هو كبير. ومولاي يعقوب معروف كانوا الناس كيجيو لهنايا كيجيو كيكريو كيجلسوا ثلاث ايام اربع ايام باش يستافدوا من هذه المياه الكبريتيه. كاين اللي كيدخل ثلاثه اربعه المرات لهذا الحمام هذا بالظروف ديال الملائمه ديال الثمن ديالو كيكون واحد التشجيع. تصور معايا ملي تيلقى ديال 25 درهم راه كاينين شي عائلات. مثلا نعطيك على سبيل المثال واحد السيد كان جا كرا 10 ايام اللي خلص 10 ايام في الوقت ديال العطله هو وليداته، جا ولقى هذا الحمام هذا مسدود وهبط وراه الحمام الجديد ما كانش عارف بان الحمام الجديده كاينه. كتسال فوقاش كتبقى الحمام الجديده؟ حتى 12 الليل. 12 الليل. نكمل لك وهبط هو يا سميتو الحمام الحمامات جداد ولقى 25 درهم. تصور معايا اخويا هما بهم خمسه ديال الاشخاص. نعم. اتحمم ديك التحميمه وطلع عند السيد وقال له غترجع لي الفلوس ديالي. ما نقلش هنا 10 ايام راه بزاف عليا. فهمتي؟ ولا بغيتي حتى السيد نجيبو يعطيك الشهاده ديالو هو راه كيدير هو يعني تيكري الزوار تيكري المحلات وداك الشيء. ناخذو معاه حتى هو غنشوفو. مرحبا. غنكونوا على تواصل دائم معاكم. الله يحفظك. وكنتمنى يعني دائما انا كنلح على المسؤولين اللي هما على هذا القطاع ديال الحامات ديال مولاي يعقوب. نعم. المسؤولين الكبار انا دائما كنلح عليهم. اقليميين وبغيناهم علاش لا وطنيين. نعم. وطنيين حنا بغيت هذه الرساله هذه توصل يعني الاعلى على بلاصه. نعم. فهمتي علاش؟ لان راه كاينين الناس اخويا منصف قسما. نعم. بالله كاينين عائلات اللي هما شي شويه على قد الحال والله ما تيقدروا يعوموا في الحامه الجديده. نعم. تيجيو تيلقاو هذا ساد. نعم. تيوليو يرجعوا بحالاتهم. نعم. هادو حنا بغينا هاد الناس هادو معاهم هما اللي معاهم البركه. نعم. ومعاهم حنا كما صورنا عاد دابا الحامه الجديده وحنا بطبيعه الحال اللي جينا لمولاي يعقوب فلقينا الحامه هذه شاده صبرنا الحامه الاخرى. حنا عاوتاني كنقول لكم وكنقول لكم امام المغاربه حنا كنقولوا غنجيو لهنا ونصوروا لان هذه راه هي هما جوج حامات ولاد الشعب ولكن عاوتاني الطبقه اللي قل من الطبقه اللي كتمشي للحامه الجديده راه كتجي لهنا. حنا مولاي يعقوب راه كانت فيها الحامه الاصليه هي هذه الحامه هي هذه اللي انا دابا خويا منصف هذه تنعتبرها انا معلمه تاريخيه. نعم. دابا الاشكال اللي كاين واحد الوقيته ديال 2016 باش نرجعك لواحد التاريخ. نعم. فاش تفتحت دارت هاد الحامه الجديده كان تم الاغلاق ديال هاد الحامه هذه. نعم. في وجه العموم وتسدات ما بقاتش كتفتح كاع مده ديال واحد ست شهور ولا هذه. نعم. تصور معايا ولا واحد الركود اقتصادي كبير هنايا وراه دارت واحد المسيره هنا الساكنه ديال مولاي يعقوب خرجات ودارت. نعم. واحد المسيره على الاقدام من مولاي يعقوب من مركز مولاي يعقوب حتى العمله ديال فاس تقريبا 25 كيلومتر. نعم. وعلى الاقدام وتحت درجه الحراره شي 42 درجه ولا 43 درجه وهذه راه يعني السلطات الاقليميه راه كانت واكبات هذيك ديك 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 الحمله. علاش؟ باش نرجع اخويا للمعلمه التاريخيه. واش هل يقبل ان هاد المعلمه التاريخيه يعني تعدم؟ نعم. راه ما يمكنش مثلا نجيو ونقولوا مثلا المدينه ديال فاس اللي هي المدينه العتيقه نقولوا مثلا نزولوا المدينه اللي كيجيو عليها اقبال وكذا ونديروا مدينه جديده. راه ما يمكنش. الناس راه كيجيو كيبغيو راه كاينين الناس عندهم ذكريات هنايا مع هذه الحامه هذه. وتصور معايا الناس كيجيو مثلا مرادين بامراض جلديه ولا شي حاجه والله العظيم اخويا منصف الا كيجلسوا هنايا غير ثلاث ايام اربع ايام كيجيب لهم الله التيسير. هذا الماء هذا راه ما كي زعما ما كيتصوبش على اليد ولا كيزيدوا فيه شي مواد ولا شي حاجه. هذا الماء هذا يعني كيتكون من عند الله سبحانه وتعالى والعمق ديالو راه كيلومتر و500 كيلومتر ونص ديال العمق. نعم. ديالو. نعم. واخا خويا حسين برافو عليك مدخله قيمه وصراحه وكنعتذر منك حتى انا امام المغاربه كما اعتذرتي مني لان الحديث معك شيق. وحنا كنقولوا لك عبر المباشر وامام كل المغاربه لا نسمح لكش تكون شي حاجه هنا في مولاي يعقوب غنخليك رقم تليفون والقناه ديال شوف تيفي غتكون دائما في تواصل معكم من اجل ايصال صوت المواطن. حنا والله العظيم الى الهدف ديالنا والنيه ديالنا راه صادقه امام الله هو اننا نعطيو اشاعه لمنطقه مولاي يعقوب. وانا كنقولها وكنضيف الصوت ديالي للصوت السي حسين
ميمكنش نهملوا حمل القديمه مزيان، الحمل الجديده انا عجبتني صراحه الله نقولها لكم، ولكن نعطيو كل فئات ديال الشعبيه نخليوها اللي ما عندهاش 25 درهم تجي تلقى 13 درهم حلوله. دابا غيجي مو 13 درهم غيكون فرض عليه لانه يمشي 25 درهم. اذا مدخله ديال السي حسين في الصميم كما كنقول في الصميم، فبرافو لك اخويا حسين. خويا حسين حاجه واحده اخرى، واش مولي يعقوب رجع اللور ولا زيد القدام ولا ولا بزاف اخويا بزاف بزاف غدير هاد الحامات الجديده بزاف. وتصور معايا راه الناس من تيجيو تيلقاو هاد يعني هاد الحمامات هادو مسدودين. تصور معايا راه واحد تيقولها لواحد، ودابا راه ولات هاد يعني هاد التواصل الاجتماعي والواتساب وكذا شي تيقولها لشي ما بقاش عنده اقبال. انا راه كان يعني كان باش كنقول لك انا راه الوقيته اللي كانت دارت واحد المسيره من هنا حتى لفاس مطالبه بالفتح هذا المسبح، راه وقع واحد الركود اقتصادي. تصور معايا راه الناس ما لقاتش ما تاكل هنايا، علاش؟ راه من تيجي الانسان مثلا كيجيو سته في العائله ولا خمسه وكيلقاو هذاك المسبح ديال 25 درهم راه ما كيقدرش يشري مثلا، ما كيزعمش ياخذ مثلا العصير ولا سايكوك ولا راه حنا معروفين هنا مولاي يعقوب البان سايكوك الحرشه شي حوايج اللي هما بساط. وهكاك يعني بنادم قاضي غرض ومستور وكيدي لوليداته طريف ديال الخبز. من 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 تعدمت هذه الحامه هذه خويا منصف راه رجعت مولاي يعقوب اللور بزاف. كنتمنى انها تفتح ويكون ليها واحد الاشهار ويعاودوا يجيو دوك الناس اللي يعني فقدوا الثقه في مولاي يعقوب. كنتمنى يعني هي راه مزيانه هذه الحامه الجديده دارت، ولكن كان خاصها تبقى هذه. علاش؟ باش كاين واحد البث المغربي كيقول لك جديد لي جدا بالي لا تفرط فيه. هو كنضرب ان ربما فرطنا دابا في بالي منين شديناها. لا ان شاء الله ما نفرطوش فيها يعني. نعم. شوف كاينين الناس اللي هما يعني كيدافعوا على هاد الحامه هذه. نعم. وكنترجاو فيهم الخير وكنطالبوا يعني من السلطات الاقليميه التدخل في هذا الملف ديال الحامه والفتح ديالها في وجه العموم، لان هذه راه هي الاقتصاد ديال البلاد. هذه راه القلب النابض كنسميها انا، راه القلب النابض ديال مولاي يعقوب. راه مين تتسد هذه في وجه الزوار وهذه راه كتوقف الحركه في مولاي يعقوب. برافو عليك حسين، غادي نكتفيو بهذا القدر وغيبقى النقاش مفتوح ان شاء الله معكم. انا كنقول لكم اي حاجه في مولاي يعقوب عيطوا لنا، حنا غنكونوا حاضرين ان شاء الله باذن الله بدون عذر. شكرا اخويا حسين. تحياتي لجميع متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي. غنخليكم تبقاو معايا ناخذكم جوله تشوفوا هذا الركود اللي كيتحدث عليه السي حسين، لان عنده الحق. اجي تشوفوا معايا متابعينا الكرام، هذه الحامه حنا كنقولوا راه كتحل من 10 ل 6 من 10 ل 6 6 من 10 ل 6 ها هي صافي. اجيو ليها شجعوا الاقتصاد ديال مولاي يعقوب كما صورنا عاد دابا الحامه الجديده. فكنقول لكم اجيو المسابح التقليديه الله يجازيكم بخير، نديروا ندفعوا العجلات تزيد القدام. فالتجار راهم كيعانوا، هانتوما شوفوا الناس هنا راه واقفين. ها دابا الحمل الجديد راه حل، راه كاين الحركيه. ودابا هنا عاوتاني ما خصناش نفرطوا في التراث ديال مولاي يعقوب اللي كيتجلى في هذه المسابح التقليديه. جو تشوفوا معنا هنا كذلك في هذه المحلات. انت شوف هادو هما سادين اخويا، هما سادين هذه المحلات. شوفوا المحلات. فهنا انا كنقول الجهات المسؤوله تدخل من اجل انقاذ ما يمكنش. الشريف هاجي تشوفوا كذلك هاد التاجر. هانتوما الحركية صراحة تدخل في المستوى. شريف طاول الحركة جوج جلاب من 10 الصباح شو حتى 8 دابا جوج جلاب. من غادا يردهم الله يرحم الوالدين من غادا يردهم. كيتسد علينا هاد الحمام ما كنبيعو ما كنشريو. نعم. تنبقاو غير يشوفوا فيا نشوف. وقيت الخدمة اللي كيكون الحال كتكون شوية الحركية فوق كتكون شي بركة قليلة ضعيفة. نعم. ولكن ملي تيكون الحال مستمر ما تيخطانا حتى شي رزق. دابا ملي سدوا من 10 الصباح ل 6 العشيه ما تيبقى عندنا لا يديك ولا يخليك. نعم. الحركه كتحبس بخطره. نعم. تتولي الحركه غير لتحت. نعم. هنايا والو ما كاينش. نعم. حنا دابا غادي نجمعوا الطاوه ديالنا وغادي. ها هي الطاوه ما باع منها والو، الحاجه هي عامره. من عندها جوج زلاف. نعم. جوج زلاف لمن غادي يردهم؟ وانا مصير عليها 60 درهم 1200 ريال. لمن غادي يردهم؟ من الماء ولا الضوء ولا المصروف للولاد؟ انا ما كنلقى لا ما نبيع ولا ما نشري، وانا راجل كبير. نعم. كي غادي ندير ليها؟ نديها الولاد يشربوها. نعم. واش شريف انتوما كان خصكم كذلك كساكنه. انا كنحيي السي حسين لان ملحاح. شوف كنحييه لان بكل صدق
مثل هاد الشباب اللي كيدافعوا على المنطقه راه البلاد كتزيد بماليها اللي كيدافعوا عليها. نتوما كساكنه هنا وتجار عيطوا للاعلام عيطوا للصحافه، حنا حنا اللي علينا نوصلوا لكم الصوت ديالكم، ما بقاوش ساكتين. كتشوفوا راسكم كتضيعوا هنا وساكتين، راه ما يمكنش ما يمكنش. راه الحمد لله الدستور عطانا الحق باش اننا نتحدثوا بكل حريه، كاين لي ليميت ولكن حريه راه مكفوله. من 2016 وحنا ضايعين اخويا، من اللي شحال هذا الحمام جديد وحنا ضايعين، والله ما كنلقاو حتى ما ناكلوا لا حنا ولا اولادنا. بالله اللي كيقسم الدنيا والدين، جوز ذاك اللي بايع من 10 الصباح حتى 6 العشيه. دابا انا غادي نجمع ونمشي في حالاتي. نعم نعم. تنعياو غير بالبعاد. ماشي غير انا، هما كاع كاملين، هما الزبناء كاع كاملين. شكرا سيدي، حنا غنبقاو مواكبين معاكم، فالله يجازيكم بخير. تبارك الله عليك سيدي، الله ينصر سيدنا. المسؤولين ديال الاقليم مولاي يعقوب، الله يجازيكم بخير. حاولوا لانكم دخلوا من اجل ان هذه المسابح التقليديه تبقى حالة حتى 12 الليل. علاش غنسدها انا مع 6؟ فالله يجازيكم بخير، الناس هنا راه كيناشدوكم، التجار والساكنه والمواطنين كيناشدوكم. نتمنى لان الرساله ديالي توصل للسلطات الاقليميه على مستوى مولاي يعقوب، للمسؤولين اللي ممكن لانهم يدخلوا، لعندهم القرار باش انهم يفتحوا هذه المسابح حتى 12 الليل على غرار الحمله الجديده ديال مولاي يعقوب. متابعينا الكرام غادي نكتفي بهذا القدر، كان معكم موصف بودري مراسل قناه بي جي اس فاس مكناس، حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله. الله يدير الخير.